عائلات تتخبط بين قرارات المسؤولين وعود والي العاصمة بتسوية وضعية أصحاب الأحواش وتهديدات ممثلي المجالس المحلية والبلديات بقرارات ترحيلهم إلى مناطق أخرى المشكلة تاعنا عنده عام اللي بدأ كنا لاباس بينا يجي لنا يا ودي خلاص لا لا ما كاش مشكل نسوي بكم دخلنا لكم الغاز دبنا لكم مدرسه درنا لكم الكودرون باش نسوي بكم. ما كاش ما كاش مشكل ودوكايا عنده عام هم يقولوا لا لا ترحلوا لا لا ما تقعدوش غير القعده اللي ما تقعدوش لازم تروحوا علاش لازم نروح حبيت نفهم انا علاش لازم نروح انا زايد هنا انا الصغير انا هو الصغير 74 زايد هنا كيف علاش نروح واش من سبه واش راح يدير واش راح يدير في داري انا كي نروح وينحي لي داري واش راح يدير فيها طالبوه بعقد الملكيه فكان جواب عم عمر بانه هو عقد يتحرك منذ ما يناهز الخمسين سنه حنا عند بنا في 90 كانوا وعدونا 90 كان هنا حوج كانوا الحوايج قدامنا كي داروا لي ديستريبيسيون دي لو كانوا يمدوا لي لو تاع 150 متر كاري سرباو الجيران هنايا هنا استفادوا منهم وسكنوا وكي... معاهم حنا دوموندينا دي لو تيران باش نسكنوا قال لك انتم ماكمش معنيين على خاطر انتم راح يصير لكم كيما هادو كي لحقوا عندكم تستفادوا في بلايصكم حنا تحقرنا حنا راه انسان اللي تجي تهضري معاه يقول لك انت انت شكون انا جزائري زيد هنا بالشراكه نطلب الحماية انسان ضعيف نطلب من السيد عبد العزيز بوتفليقة يحمينا الناس هذو حبوا يخرجونا من ديارنا يدونا يرمونا كيما كيما جات طيحونا حقرونا داروا فينا كيما حبوا فضحونا خلاونا في ما قدام الناس هاكم تشوفوا هنا كشفونا وانا ما ظنيش باللي جزائري 55 سنه طول حياتي ننتخب طول حياتي احنا فرحنا قلنا الرئيس تاعنا ينحي علينا الغبينا يفرج علينا ويفرج على وليداتنا رغبة هذه العائلات في التمسك بأراضيها تقول إنها مستعدة للتنازل عنها في حالة واحدة وهي في اطار المنفعه العامه السبب حاجه باينه السبب باش كان انا نروح يجيب خد في بلاستي انا ما نقبلهاش ولا كانت حاجه تفيد, المو... تفيد تفيدنا احنا وتفيد المواطنين وتفيد الجزائر كامل انا كابا معليش من غدوه نروح من غدوه نروح ما كاش مشكل بصح باش تنحيني انا وتجيب خد في بلاستي انا ما نسمحش فيها مير هذايا النهار الاول قبل الانتخاب ويجي ليك ويقول لك وقف معايا وكل شيء منيح توقف معاه وتمشي معاه وتنتخب المير أنت ومن بعد يقول انا خاطيني وككل مره وليست بالجديده رئيس المجلس البلدي في اجتماع هي الحجه الواهيه التي لا تفارق افواه هؤلاء اسر تواجدت على هذه القطع الارضيه منذ اكثر من سبعين عاما ومع ان القانون يتيح لها الحق في امتلاك تلك الاراضي لكن على ما يبدو ان هناك حاجه في نفس يعقوب لا تعلمها هذه العائلات